شايف برضو منافستهم من بعيد شويه يمكن عشان احنا لاعبين ماتشين اقل اعتقد من بيراميدز. شايف منافستهم ازاي ووجودهم في الدوري؟ ما بيلعبوش على ضغوط يا كابتن. هم الحته اللي فرق معاهم ما بيلعبوش على ضغوط، مفيش ضغوط، مفيش جمهور. آه وصلنا المركز متقدم كويس، ما وصلناش هنوصل السنه الجايه والدنيا حلوه. لكن هم فرقه كويسه وتحترم برضو طبعا. فرقه كويسه جدا، لكن مفيش ضغوط. لكن احنا علينا ضغوط، الزمالك عليه ضغوط عشان قاعده جماهيريه كبيره، والاكبر طبعا الاهلي بالظبط. الحته تفرق معانا احنا شخصيا بقى كابتن لو جمهورنا رجع. ايوه لو جمهورنا رجع هتفرق معانا شخصيا، معلش مع احترامي لاي فرقه في مصر، مفيش فرقه ولا في افريقيا كمان هتقف معانا ان جمهورنا ده. نفسك تشوف الجمهور تاني؟ اه نفسي. انت حضرت اصلك الجمهور؟ ايوه صح. انا بالنسبه لي انت حضرت من المجموعه اللي حضرت. بالنسبه لي دماغي بتنمل. مجموعه كبيره ما حضرتش. دماغي بتنمل لما اشوف الجمهور فعلا، والله العظيم حاجه تانية. الواحد حلوه حلوه دماغي بتنمل ليه؟ والله بجد ببقى لا في باور، وفي لا ببقى عايز الكره تجيلي طول الوقت. الموضوع مختلف، واتمنى يعني من المسؤولين ان جمهورنا يرجع باعداد كبيره. نفسك تشوفه باعداد اكبر؟ نفسي يا كابتن. طيب بما اننا بنتكلم عن الجمهور، بس خليني برضو لان دلوقتي